طبعا بشوف انه كمان في توازن في الصفات الإلهية. ايوه المسيح طبعا هو محبة ورحمة طبعًا. لكن من ناحية تانية هو الدين الديان صحيح. أجرة الخطية موت. صحيح. يعني الناس بتحب الله محبة وأنا بحبها آية عظيمة بلا شك. بس قبل ما تيجي الله محبة في يوحنا الأولى 4 وجيت مرتين، جيت في يوحنا الأولى 1 الله نور وليس فيه ظلمة البتة، وإذا قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إذن الله نور.